صلى عليك الله يا خير الورى، تعداد حبات الرمال وأكثر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شباب؟ شو اخباركم؟ عساكم طيبين. اليوم جايب لكم شرح كيف تجيب لوت كويس في فورتنايت تور الزومبي. الحركة هذه تتم عن طريق انك تروح في الماب وتدور الصندوق الاسود او ستون تشيست. بعد ما تحصل ستون تشيست يكون معك جهاز او جهازين اللي هي الحماية الروبوت، تضغط عليهم انت وخياك وفي لمح البصر مثل ما تشوفون على طول يخلصونهم لكم والمونسترز بعد، ويروحون تاخذ لك هديتين مليانة لوت منوع. انا سويت هالحركة كثير كثير كثير، بصراحة جابت لي لوت خيالي خيالي، لدرجة اني ادخل الماب ادور ستورم شيست. بعد ما ادور ستورم شيست ارسل للي معي في ضغطي اقول لهم ستورم شيست كم هير ويجون. اوكي، نشغل ستورم شيست ونطلع اجهزتنا على طول تتخلص المهمة على طول. انا اسوي ستارت بعدين ليف ذا ميشن، اطلع من المهمة هذه بعدين اروح مهمة ثانية ادور فيها الصندوق واسويها كذا 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 لما احصل لوت خيالي. بس احيانا اني اكمل المهمة اوكي، بس والله اللوت هذا لا تفوتكم صراحة، والله لوت محترم جدا. اترككم تشوفون الفيديو الى اخره، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Here. Not possible. Woo! Yeah! Yeah!